هو الشيء الايجابي ان الدول الاوروبيه وانا شكرهم اغلبهم يعني مدونا يد المساعده ومستعدين باش يديروا التحريات معنا، وفي حال اكتشاف الاموال هذه مستعدين باش يحولوهم يرجعوهم للاصل نتاعهم يعني للخزينه الجزائريه، بشرط اننا نحترم الاجراءات القانونيه فقط. وراها ماشيه بالنسبه لبعض الدول، بالنسبه لبعض الدول فيه ممتلكات ظاهره، فنادق خمس نجوم وغيرها، حتى رسميا بلغونا باللي مستعدين يسلموهم للجزائر. ممكن نسمي بعض الدول سياده رئيس اللي تعاونت مع الجزائر؟ اغلب الدول الاوروبيه، بالاخص الدول اللي كان فيها التهريب هي اللي كانت المنبع تاع تضخيم الفواتر ونتاع تهريب ونتاع كذا، هي دول البحر الابيض المتوسط معروف. فيه بعض الاموال موضوع توضعت في خزائن خاصه، خاص في سويسرا، في لوكسمبورغ، في ليزيل فيرج. ليزيل فيرج هذه بمجرد ما يوضع في بنك من البنوك تاعهم 600 ألف دولار فقط، يدي الجنسية ومحمي وما يسلموش وكذا وكذا. دي بارادي فيسكو. دي بارادي فيسكو، في سون نومبرو. هي عمل شاق، فيه البعض الجزائريين يقول لك علاش ما تسمحوا لهمش يرجعوا الدراهم بهذه البساطة هذه، يعني ما فيها أخلاق، ما فيه كذا، ما فيه بكل بساطة يعني. يعني يسرق إذا فقوا به يرجعنا، ما فقوش به الله يسهل عليه. والأخلاق في هذه، والقانون في هذه. أعتقد أننا إن شاء الله حتى لما رجعناش كل شيء نرجعوا الشيء اللي قدرنا نرجعوا. أنا التزمت باش نرجع الأموال هذه وترجع إن شاء الله. لأن لو كان عارفين الحجم الحقيقي نقول لك نرجع منها 60 ولا 70 ولا 80% ولا 100%، ماناش عارفين الحجم الحقيقي. ولكن الشيء اللي ظاهر الممتلكات العمارات في الخارج هذه 100%، فيش في الداخل رانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها. وراكم شفتوا انتم الحيل، علاش انا من نقول الجزائر الجديده؟ الجزائر الجديده على الناس كل، حتى الناس باش تغير التصرفات تاعها، باش 3 سنين من بعد تكتشف امور اللي كانت خافيه. سي غراف، اكتشفنا والمواطن شاف. بالنسبه لواحد من اللي يهمهم الامر، سيارات فخمه وماهيش قال سياره ولا اثنين، مئات. اذا اعتقد ان في الداخل تغلبنا على باقي المال مخزن كالكو بار في ليكاف ولا في كذا، انا معاه.